صباح الخير والأمل والسعادة والتفاؤل، صباح يوم جديد إن شاء الله يا رب، يوم خير وبركة على مصر كلها وعلى كل مشاهدينا. كل سنة وانتم طيبين. مفيش أجمل من النهاردة من إننا بنحتفل بذكرى مولد المصطفى خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة والأمة العربية والإسلامية بخير ويمن وبركات. كل سنة وإحنا بنحتذي بخطى الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، نأخذ الدروس المستفادة من السيرة العطرة لنبينا الكريم شفيعنا يوم القيامة بإذن الله. تأكيد النهاردة وإحنا بنحتفل بالمولد النبوي الشريف، كلنا لابد أننا نتخذ قدوة من الرسول عليه الصلاة والسلام في بناء مجتمع إسلامي بالمفهوم الصحيح للإسلام. يجب علينا جميعا أن نحتذي بكل السيرة العطرة وبكل الدروس المستفادة من حياته. هذه الذكرى اللي بنتمنى بالفعل تكون بمثابة تغيير في حياة كثيرين جدا ممن يتخذون من الرسول الكريم قدوة ليهم في حياتهم. هذا الرسول الذي استطاع أن يبني هذا المجتمع الذي سيحيا حتى يوم القيامة بإذن الله. تأكيد هناك العديد والعديد من الدروس المستفادة من حياته ومن سيرته العطرة. النهاردة من خلال مصر جميلة مع حضراتكم بنشوف ونستمتع بأهم الأحداث المناسبة للمجتمع، لأن بالتأكيد كل فترة زمنية بيكون هناك الدروس الخاصة بيها. وأعتقد أن احنا النهاردة وإحنا بنبني بلدنا في أشد الاحتياج إلى الاستفادة من خطى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. علشان كده النهاردة من خلال مصر جميلة بنحتفل مع حضراتكم بذكرى المولد النبوي الشريف، وبنلقي الضوء على أهم الدروس المستفادة والمناسبة لبناء المجتمع ونقل صحيح الإسلام إلى العالم كله دون أي نوع من التفريط أو أي نوع من المغالاة بشكل أو بآخر. الإسلام الوسطي المعتدل الذي أمرنا به الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونزل في كتاب الله العزيز. النهاردة مع حضراتكم هيكون معانا فضيلة الشيخ دكتور سعد عبد الدايم من علماء الأزهر الشريف، وأيضا هيكون معانا الاحتفالية الخاصة بمصر جميلة من خلال فرقة أعلام المصطفى للإنشاد الديني. هنعيش معاهم ونحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات بإذن الله. فاصل ونرجع لحضراتكم مع أول فقراتنا في مصر جميلة. وتعيش ان شاء الله سكر قرانيش والحلو منور تلبس كرانيش وتعيش ان شاء الله. عالم الجمال في مصر جميلة مع الأستاذ الدكتور منير ويليام لبيب، كبير أطباء جراحة التجميل، استشاري أول الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، استشاري أول الأمراض التناسلية والعقم وأمراض الذكورة. عالم الجمال كل يوم سبت في مصر جميلة على الثانية.